أعزائي طلبة وطالباتي، تحية طيبة. بقدم لكم في الفيديو ده 2021 مراجعة سريعة لحل بعض الأسئلة. بعد ما تدوس على ارسال ويجيلك النتيجة وتعرف اخطائك، حاول تعيد الامتحان مرة تانية وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجعها. وانت
وبتمنى ان تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفسار او سؤال يبعت لي في التعليقات، وشكرا استاذ اشرف الهادي. يعني أجزاء مهمة من هذه الكربونات بطريقة مبسطة، كل هدفه معرفة الهيكل الأساسي للجزء بتاع هذه الكربونات في الكيمياء العضوية.